وصلي وادعي ربك يرحمه ويتوب عليه. قال النووي في المجموع نقل هو نقل جميل كويس. مذهبنا أنه لا يجب، هو لا يجب، خد بالك لا يجب، لكن يستحب مطلقا. هنا بقى ما تفرقش فوائد قليلة أو كثيرة، الكلام واضح، يستحب عند الشافعي مطلقا. يقول النووي مذهبنا أنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب، وبه قال طاووس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود، وقال أبو حنيفة ومالك يجب ما لم تزد الفوائد على صلوات يوم وليلة. هذه المذهبين، مذهب الشافعي لا يجب ولكن يستحب مطلقا. يعني الشافعي تنزل في حكم ترتيب الفوائد أيضا أصلا من الوجوب إلى الاستحباب، وليس هناك عنده فارق بين عدد هذه الفوائد سواء يوم وليلة أو يومين أو أسبوع كامل. المهم أن أنت ممكن ترتب وكل حاجة الفوائد أولا لكن على سبيل الاستحباب. أما المناط عند مالك مناط آخر، وأبي حنيفة مناط آخر. المناط الآخر هو أنه إذا كان الفوائد متعلقة باليوم فهنا يجب الترتيب، لكن فوائد هتقضيها بقى فوائد ليست هذا اليوم، في يعني فوائد من أيام سابقة، فهنا لا، يقول لك لا ما لا يجب أصلا، وممكن تبقى قبل أو بعد، يعني لا يلزم الترتيب، لا يلزم الترتيب هنا في الحاضر في الفوائد. ممكن تصلي العصر الأول وبعدين العشاء، يعني لا يلزم الترتيب طالما لم تكن الفوائد خاصة بيوم وليلة. يبقى إذا كانت متعلقة بيوم وليلة، صلوات يوم وليلة يعني خمس صلوات مثلا، خمسة لازم ترتبهم في الفوائد، فاتوا عليك خلاص، فاتوا خمس صلوات فاتوا، يبقى تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. لكن فات يومين ثلاثة ورا بعض، لا اليوم بس يوم واحد اللي ترتب والباقي مش لازم ترتب خالص ولا حتى على سبيل الاستحباب، صليهم كما تشاء. الشافعي الترتيب استحباب الترتيب مطلقا. احنا هنا مذهبنا اقرب للشافعية فنمشي على القاعدة دي، تبقى قاعدة عامة وناخدها استحباب، ماشي استحباب والاستحباب عليه ثواب، فتبقى قاعدة عامة. انت في الفوائد لما تفوتك فوائد يوم يومين ثلاثة عشرة رتب برضو بينهم، يعني صليهم بالترتيب كل يوم بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء. مولانا في الرد على الكلام، كان في دليل على وجوب التقديم الفائته على الحاضر اذا كان وقت ضيق، اليس من المفروض الواجب ان يقدم الحاضر ولا تقدم الفائته على الحاضر؟ لا تقدم هنا من قال بالوجوب، يعني وقت مغرب ضيق لا هنا تقديم الحاضر على الفائدة بدل ان يكون المستحب، لا وقت ضيق وقت المغرب يخرج. عند الشافعي يستحب مطلقا حتى لو يخرج الوقت، لازم تجيب الفائتة الاول. يعني انت فاتك العصر والمغرب هيخرج، ما هو ما احنا ده كلامنا، ما احنا بنتكلم في ايه؟ مش احنا قلنا انه في فريقين، في فريق يعني انا اسمع عندما قال لو كان وقت متسع اذا وجب تقديم الفائده في الاول، ولكن اذا اعتبرنا ان الوقت ضيق يعني يستحب، ولكن اذا كان الوقت ضيق يكون وجوب تقديم الفائده. يعني اظن وقت ضيق وقت يخرج ثم الحاضر هو الواجب. طب ما الحديث اذا ضم عليه يعني، نعم، لان عندنا في صلاه المغرب في الكون الجديد وقت ضيق، اما في القديم وقت موسع. فانت لو وقت ضيق، طب الوقت ضيق بتقدم ايه؟ على هذا الحديث يقول صلي عصري اولا. ايوه الفائته اولا، يعني انظر الى ويستحب عند الشافعيه مطلقا.
تقديم الفائتة، ترتيب الفائتة. هذا في القضاء، ولكن على هذا بعد هذا الكلام يتكلم يعني ياتي به، لانه ممكن في يتكلم في تقدير ثاني في امر اخر. اذا كان وقت المغرب موسع كان قضاء فائتة سنة اولا، اما اذا ضيق يبقى قضاءها اولا واجب. لابد من ترتيب في الفوائد، الفوائد الاول يعني انت فاتك الظهر ووقت المغرب مضيق، لا فاتك العصر والباقي لك من المكتب من المغرب وقت قليل وفاتتك العصر، تصلي العصر اولا، لان لابد من الترتيب. كمان الترتيب عند الشافعي لابد من الترتيب في الصلوات، يعني عندما تقضي الفوائد لابد من الترتيب. الشافعي قال لي يستحب مطلقا ولا ايه؟ ولا في اذا كان يستحب هذا في قليل؟ لا انا كلمت على هذا الحديث، هو هنا يتكلم مبني على هذا الحديث، اما في كتب الفقه يجب تكتيك، يجب صلي الحاضرة اولا اذا كان وقت ضيق. اما في كتب الفقه عند الشافعية طيب احنا نراجع المسألة دي، نراجعها. اذا كان الوقت ضيق عند ضيق الوقت مطلقا يصلي الحاضرة اولا عند الشافعية؟ ولا يصلي الفائتة اولا؟ يعني العصر فات. طب وهذا الحديث يعني، طب ما الحديث اهو، يعني الحديث لو اخذنا بان وقت المغرب ضيق هو صلى العصر اولا، هل كل المذاهب هكذا ولا تقصد مذهب الشافعية؟ طب نراجع المسألة نبقى نراجعها نشوف. اذا ضاق الوقت قد تكون مسألة اخرى، قد تكون فعلا مسألة اخرى، فنبحثها ده قال يستحب مطلقا. ايوه هذا يعني اذا دل على ان الوقت غير وقت متسع. ايوه لكن اذا كان ضيق اذا كان واجب. اختلف الراي على السابق. ده بالنسبه للمغرب بالذات، بالنسبه لوقت المغرب، لكن عموما دعك من المغرب. اذا المساله اللي انت قلتها ضاق الوقت وهناك فائته، هل يصلي الحاضرة أولا أم يصلي الفائتة؟ خليها صلاة العصر مثلا، الظهر نمت وقمت قبل صلاة العصر، العصر سيؤذن بقليل، يعني نمت من بعد يعني نمت مثلا قبل صلاة الظهر نمت وبقيت نائم الى قبل العصر بوقت يعني بوقت لا يتسع الا لصلاة العصر، هل تصلي العصر اولا ام تصلي الظهر؟ ده مذهب الشافعية. طيب يبقى هنا هنمشي على اساس، ممكن بقى نمشي على اساس ان الترتيب مستحب، الترتيب مستحب، فهيبقى الحاضرة اولا لان الحاضرة سيخرج وقتها. طيب في اي اسئلة اخرى؟
بس الترتيب بين الفوائد، يعني الترتيب بين الفوائد عند الشافعية أليس واجبا؟ أنت فاتتك الظهر والعصر والمغرب مثلا، لما تيجي تقضي الترتيب سنة؟ مفيش قول بأنه واجب؟ أنا في ذهن إنه الترتيب واجب عند الشافعية. إذا كان فائض متعمدا يجب القضاء فورا بدون ترتيب، يقدم المتعمد الأول. طيب أنا يعني أنا برضو هنراجع المسألة دي بتفصيلاتها المرة الجاية، نعرضها برضو بتفاصيلها إن شاء الله. يعني المذهب في حتة ترتيب الفوائد، لأن ده قد يكون كلام فعلا متعلق بالحديث بخصوص الحديث، لكن ونرى المذاهب الأربعة، يعني الفوائد هنا هل واجب الترتيب أو ليس واجبا الترتيب، وإذا مسألة إذا ضاق الوقت هل تصلي الفائتة الأولا أم الحاضرة، دول مسألتين حتى أكتبهم هنا، إذا يعني أكتبهم عشان نشوفهم بالضبط في المذاهب كلها، وابحثوهم معايا برضو، أنتم ابحثوا هذا الأمر. إذا ضاق الوقت بالنسبة للحاضرة وهناك فائتة بأيهما نبدأ، وعموم ترتيب الفوائد وحكمه شرعا، برضو نبحث دي ونبحث دي والمرة الجاية نقول. بالمناسبة دي هل بحثتم في موضوع الرواية بالمعنى في الحديث، هل وصلتم إلى شيء بالنسبة لابن دق خلعيد؟ وجدت كلام؟ وريني بقى الكلام. وريني هذا الكلام، انت نقلته من احد الكتب؟ ده كتاب ايش؟ كويس. كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح ياتي فقال هذا عقب عليه مولانا الشيخ، فاظن هو يقول ان لو كان النص من نفسه لا يجوز يغير. لا يجوز ان يغير. أيوة. لا يجوز ان يغير، يعني لا يجوز ان يروي بالمعنى في النص نفسه. لكن لو انا مثلا انقله الى ماشي. انت يبقى 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 بشكل عام، بشكل عام هي دي. يعني بيفرق بين النقل الى التخاريج والاجزاء وبين التصنيف نفسه او النسخ. فلكن هنا تشعر ان ابن دقيق العيد يميل الى ايه؟ الى عدم التغيير. زي ما انا قلت لك، يعني يميل الى عدم التغيير، يعني يبقى هو اميل الى عدم الرواية بالمعنى عموم، يعني عموم عدم الرواية بالمعنى. هذا مذهب ابن دقيق. طيب بغض النظر عن التفاصيل بقى، انا بتكلم في العموم، في العموم هو اميل لعدم التغيير، وان كان ابن الصلاح في الاول قال ممكن وكذا، لكن ابن دقيق العيد يعني اميل لعدم التغيير في الالفاظ، الفاظ الحديث. ماشي. يبقى احنا عرفنا المسألتين دول، برضو نجيب تفاصيل فيهم، اللي هو مسألة اذا ضاق الوقت بالنسبة للحاضرة،
أو مسألة ترتيب الفوائد عموم ترتيبه وحكمه في كل إيه في كل مذهب. نختم بهذا الحديث، الحديث يعني هو أول حديث في فضل الجماعة نختم به، ونكمل أحاديث الجماعة في الإيه في المرة السابقة. حديث نختم به، الحديث الأول يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. يقول العلاء الكلام عليه من وجوه: أحدها استدل به على صحة صلاة الفذ، وأن الجماعة ليست بشرط. لما يقول أفضل يبقى هنا في أفضلية، في تفاوت فقط، وليس صحة وإيه وبطلان. يبقى استدل به على صحة صلاة الفذ وأن الجماعة ليست بشرط. ووجه الدليل منه أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ، وما لا يصح فلا فضيلة فيه. ولا يقال إنه قد وردت صيغة أفعل من غير اشتراك في الأصل، لأن هذا إنما يكون عند الإطلاق. وأما التفاضل بزيادة عدد، يعني ممكن تيجي أفعل من غير اشتراك بس ده عند الإطلاق، لكن لما يكون في تفاضل في العدد يعني ب27 درجة يبقى مؤكد هنا التفاضل له إيه له معنى، له معنى ويؤدي إلى وجود التفاوت، يؤدي إلى وجود التفاوت. يبقى بيقول: ولا يقال إنه قد وردت صيغة أفعل من غير اشتراك في الأصل، لأن هذا إنما يكون عند الإطلاق. وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بيانا، ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر، كما إذا قلنا هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر. إذن التفاوت هنا واضح. ومثل هذا ولعله أظهر منه في بيان هذا التفاوت، يعني ما بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة، ما جاء في الرواية الأخرى تزيد على صلاته وحده. صلاة الجماعة في رواية كده، صلاة الجماعة تزيد على صلاته وحده ب27 درجة، أو تضاعف على صلاته وحده ب27 درجة. فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف. نعم، يمكن من قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح، وهو داود على ما نقل عنه، داود الظاهري يعني، أن يقول التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة، وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا للحديث أكثر من ذلك. ويجاب عن هذا بأن الفذ معرف بالألف واللام، فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ، فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر. داود بيقول إيه؟ التفاضل هنا ليس بين صلاة الفذ عموما، ها صلاة الفذ عموما، انما هنا صلاة الفذ الايه اللي عنده عذر، الذي ليس له عذر. فهو هنا بيميز بين الذي عنده عذر والذي ليس عنده عذر. فالذي فاتته صلاة الجماعة وعنده عذر، هذا هو الذي يوجد فيه التفاوت بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ ب27 درجة. فأما صلاة غير المعذور فهنا لا، صلاته يعني لا يوجد تفاوت هنا، وصلاته ضائعة يعني، مش مجرد 27 درجة. ها؟ مش داخل في الحسبة أصلا يعني. ده الحسبة ده مثلا صلاة، ده صلاته ب40 اللي هو المعذور، فز معذور 40، حط 27 يبقى صلاة الجماعة 67. ده لو حسبناها، لو ضربنا بالمثل حسابي ب27 درجة، يبقى أكثر منها ب27. لو دي 40 يبقى تحط 27 يبقى 67 لصلاة الجماعة. أما صلاة غير المعذور فتديها بقى واحد، تديله تنزلها خالص، تديله صفر، تديله زي ما أنت عارف.
فهو ده كلام داود الظاهري، ان هنا لا، التفاوت هنا يقع بين صلاة المعذور فزا وصلاة في الجماعة. لكن هو لا، بيرى ابن دقيق العيد بيجيب على داود الظاهري بيقول له لا، كلمة الفز دي تشمل اي فز سواء معذور او غير معذور، اي صلاة فز معذور غير معذور هي المقصود بها، هي التي يعني ادنى من صلاة الجماعة ب 27 درجة، او هي التي تتفوق عليها وتزيد عليها صلاة الجماعة ب 27 درجة. لذلك قال ايه؟ ويجاب عن هذا بان الفذ معرف بالالف واللام. كلمة الفذ هنا في الالف واللام، الالف واللام عارفين انها من صيغ العموم، فلا تقل لي الفذ هنا مقصود فيه المعذور وتخصص، ولا تخصيص بغير مخصص. يبقى قال له الفذ معرف بالالف واللام، فاذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ، فيدخل تحته الفذ المصلي ايضا من غير عذر. يبقى تشمل المعذور واللي بيصلي من غير عذر، بيصلي فذا يعني من غير عذر. صلي ودعي ربك يرحمك.